الحقيقه كمان اقول للاهلاويه مبروك، الف مبروك. امبارح كان في مناسبتين يعني كويسين جدا. طبعا المناسبه الاولى كانت تتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر، فريق اليد الحقيقه امبارح شرفنا وعوضنا ورفع راسنا، والحقيقه يمكن بطوله غاليه جدا بتحققها الهاندبول، فرقه هاندبول نادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا دول الابطال، لحظه الفرحه. عايزة أقول لك إنه مش بس إحنا مبسوطين بفريق اليد، الحقيقة عمل مباراة هايلة وبطولة. طبعًا كأس مصر يعني النهائية كانت أو المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا الحقيقة، ولكن كمان الروح الرياضية اللي شفناها بعد انتهاء المباراة بين لعيبة النادي الأهلي ونادي الزمالك، الحقيقة هي دي أحمد اللي إحنا بندور عليها بقى لنا فترة، وهي دي اللي إحنا محتاجين نشوفها الحقيقة في الرياضة المصرية بشكل عام. وكنا فخورين جدًا وإحنا بنشوف المنظر ده بين اللعيبة، والحقيقة كل الرجالة دي تستحق الفرحة دي. مباراة كانت قوية وكانوا يستحقوا الفوز الحقيقة رجالة النادي الأهلي. صحيح، الحقيقة فوز مستحق ورد اعتبار، خصوصا أنه يمكن الأهلي من يومين ثلاثة كده خسر بطولة الدوري قدام نادي الزمالك، لكن في النهاية وفي إطار منافسة شريفة مطلوب دايما أن الروح الرياضية تبقى موجودة، وأنه الخسران يهني الكسبان، والمشهد ده نتمنى نشوفه في كل ملعب مصر. خدوا بال حضراتكم أن النجوم اللي موجودة في أي ملعب والأبطال اللي بيحققوا أي بطولة بيكونوا مثل وقدوة للأجيال اللي جاية من بعدهم، عشان كده مهم جدا الحالة دي تبقى موجودة على طول.